أخبار اليوم. على 6 شهور مين هي؟ منال إبراهيم محمد. طلعت في الورقة فعلا يا حاجة؟ وادي تأشيرة المحافظ السابق بتاريخ 14/5/2015. النهارده 11/5 حتى تكون الرأي بقى ان السيدة منال انا معرفهاش، يعني اول مرة اشوفها في لقاء الشهداء، ولكن هي السنة اللي فاتت طلعت القرعة، ولما جينا نصفرها كان سنها اقل من 45 سنة وست شهور، ما كانش ينفع تسافر، لازم تطلع مع محرم، ما كانش موجود هذا المحرم، فدي تأجلت للسنة دي. هستأذن حضراتكم ان هي دي هتبقى من ضمن الناس اللي هتسافر. من ضمن الناس اللي هتسافر بقيت الاماكن هنعمل عليها القرعه دلوقتي. قبل ما نعمل القرعه في حد من حضراتكم دي طلب مني او اي حاجه قبل ما نعمل القرعه؟ ايوه عندنا بسيط بس في طلبات. لا طلباتي مش النهارده، لان انا ولاد الوالده ليلى زكي سليمان ابراهيم. الف مبروك. يلا يا شريف الدولة تختار. يلا هات يلا ورقة، هات ورقة يا نور. يلا واحد أسرة الشهيد محمد وحيد عبد المنعم. الوالدة عزيزة محمد سليمان. الحمد لله. ألف مبروك سيدي. الحمد لله. عايز الخندل واقف لنا ورا. هات يا نور ورا يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة الشهيد إبراهيم محمود محمد عبد الهادي. الوالدة جيلان إبراهيم عزت. ألف مبروك يا فندم. أسرة الشهيد السيد أحمد عليوة. الله. الوالدة فايزة السيد مهنا. ألف مبروك يا حاج. كل رب قدنا بيها. ألف مبروك. ألف مبروك. طب وادعي لنا يا حاج. الله يبارك فيك. يلا أميرة مشية في قصر النهار. قلب يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة الشهيد أسامة عبد العظيم أحمد إبراهيم. الوالد عبد العظيم احمد غريب. الف مبروك. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة الشهيد محمود محمد إمام، الوالدة فادي عطو عبد العظيم، ألف مبروك فندم. ألف ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة إبراهيم الشهيد إبراهيم رمضان حسونة، الوالدة مديحة أحمد محمد حسونة، ألف مبروك يا حاج. الواحد يفكر إن هو ما ماتش لما بيجي كان الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الله، الوالد إبراهيم عبد الله، غير استنى لمش ذات بس أنا لازم حاجة بندم عبد الله. أنا عايز أعملها نزل الوجه. نعم. عايز أنزل ده هي. أنا تحت أمرك يا حاج اللي أنت عايزه. الله يفتحها معاك يا شيخ. اللي أنت عايزه. ماشي يا حاج. شكرا. اسم الوالد إيه طيب؟ أمين الوصيف سلمان. طيب أكثر من 45. أنا قلت لك يا مهمة. لا سن 42. مش هينفع. لا مش هينفع يا حاج. خلاص. هينفع. هو نفس القصة بتاعت السيدة المفاضلة خلاص ماشي. يبقى ابراهيم عبد الله. ابراهيم عبد الله ايه؟ ابراهيم عبد الله محمد سالم. محمد سالم؟ اه. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة الشهيد هاني صلاح جاد أحمد، الوالد صلاح جاد أحمد. صلاح جاد أحمد إيه؟ أحمد محمد. صلاح جاد أحمد محمد ولا في اتنين أحمد؟ لا أيوة واحد. صلاح جاد أحمد محمد. ألف مبروك. نقول العشر أسماء تاني. أسرة الشهيد هاني صلاح جاد أحمد وعمه هيبقى الوالد صلاح جاد أحمد محمد. أسرة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الله وهيبقى اللي طالع الحج إن شاء الله إبراهيم عبد الله محمد سالم. أسرة الشهيد إبراهيم رمضان حسونة وهيطلع الحج إن شاء الله الحاجة وديحة أحمد محمد حسونة. أسرة الشهيد محمود محمد إمام واللي هيطلع على الحج إن شاء الله الحاجة فادية عطوة عبد العظيم. أسرة الشهيد أسامة عبد العظيم أحمد إبراهيم فادي عطوان عبد العظيم حبيب. أسرة الشهيد أسامة عبد العظيم أحمد إبراهيم ولا يطلع حبه إن شاء الله عبد العظيم أحمد إبراهيم.
وصلت الشهيد السيد احمد عبيبه وبقطع حته الحاج فايزه سيد مهند، وصلت الشهيد ابراهيم محمود محمد الهادي وبقطع حته الوالده وجيلان ابراهيم عزت، وصلت الشهيد محمد وحيد عبد المنعم وبقطع حته ان شاء الله الحاج عزيزه محمد محمد سلمان، وصلت الشهيد محمد سلامه ابو زيد وبقطع حته ان شاء الله الحاج هيدا زكي سليمان ابراهيم، وصلت الشهيد محمد زكريا ابراهيم وبيضع حج الوالده حج منال ابراهيم محمد، وصلت الشهيد محمد زكريا ابراهيم وبيضع حج ان شاء الله هي نفسه يبقى كده ال 10 اسماء يا فندم. احنا ما طلعناش خالص يا حاج، لا اله الا الله، ما طلعناش خالص الحج ولا العمره.